السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تانية سنة لغات. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض حل أسئلة Autotrophic Nutrition Absorption of Water and Salts. يلا نبدأ. بسم الله. عندنا هنا number one بيقولي which of the following characterizes the nutrients that are synthesized inside the cells of the green plant. إيه اللي بيميز المواد الغذائية اللي تم تخليقها أو تصنيعها في الخلايا بتاع الجرين بلانت؟ يبقى هو بيتكلم عن المواد اللي هي ناتجة عن الفوتوسينثس بروسيس، اهو بيقولي لان تم ايه تخليقها فين؟ في السيلز بتاعت الجرين بلانت. طب هي هاي انرجي؟ اه بتبقى هاي انرجي، بس مش سيمبل ستراكشر كومباوند، بتبقى كومبلكس. طب هنا لو انرجي وكومبلكس، الكومبلكس بتكون هاي انرجي، فما ينفعش هاي انرجي اند كومبلكس ستراكشر كومباوند. ايوه. طب لو انرجي اند سيمبل ستراكشر كومباوند، لا، المواد اللي هي لو انرجي وسيمبل ستراكشر كومباوند دي زي الكربون دايوكسيد والووتر اللي بيستخدمهم البلانت مع السان لايت علشان يعمل الفود بتاعه. يبقى دي الرو ماتيريال اللي البلانت بيستخدمها، مش البلانت انتجها. تمام. طيب بالنسبه بقى للهاي انرجي اند كومبلكس ستراكشر كومباوند زي مين؟ زي الكربوهيدرات والبروتين والفاتس، المواد دي كلها. طيب بالنسبه للنبات بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه فوتوسينثس، بياخد المواد اللي هي لو انرجي وسيمبل ستراكشر زي الكربون دايوكسيد والووتر مع السان لايت، ويبتدي يصنع مركبات تبقى هاي انرجي وكومبلكس زي الجلوكوز شوجر اللي بيبتدي يتخزن في النبات على هيئه ستارش. تمام. وكل دي كربوهيدرات. وانت خدت عندنا في الدرس دوت حاجه اسمها ماكرو نيوتريانت، وعرفت ان مجموعه الصلفيت والفوسفيت والنيتريت بتقدر تحول الكربوهيدرات لبروتين في البلانت. تمام كده. طبعا تقدروا تستعينوا بفيديو الشرح. تمام كده يا شباب. طب يلا هنشوف عندنا هنا نمبر 2 بيقول لي the opposite figure shows two different plant 1 and 2. بلانت نمبر 1 ده لونه جرين، يعني بيقدر يعمل فوتوسينثس بروسيس، لكن شايفين البلانت ده لونه ريد، يعني اساسا ما فيهوش الكلوروفيل بيجمنت، الصبغ الاخضر بتاع الكلوروفيل اللي يخليه يقدر يعمل فوتوسينثس بروسيس. فبالتالي النبات نمبر 2 ده بيعتبر بارازايت متطفل على البلانت نمبر 1. فلما يقول لك what do you conclude from this figure، اقول له ان البلانت نمبر 1 نمبر 1 ده ريبريزنت ذا هوست فور بلانت نمبر 2، اقول له ايوه صح، البلانت فعلا نمبر 1 هو بيعتبر الهوست العائل بتاع نمبر 2، لان احنا قلنا النبات اللي يقدر يعمل فوتوسينثس بروسيس هيبقى ده الهوست. تمام. البلانت الثاني زي الاوربانش بلانت اللي اخذناه في فيديو الشرح، قلنا ان الاوربانش بلانت ده بيعمل ايه؟ بيقدر ان هو بارازايت يتطفل على مين؟ على الجرين بلانت. تمام. فهنا ده النمبر 2 ده بنسميه بارازايت، بارازايت. تمام. ده الطفيل. اما نمبر 1 اسمه الهوست. فلما يقول لي ان بلانت نمبر 1 ريبريزنت ذا هوست فور بلانت 2، اقول له تمام. طب بلانت 2 هو الهوست؟ اقول له لا، بلانت نمبر 1 العكس اللي هو خدناه فوق. طب there is a mutualism relationship between both plant 1 and 2، في علاقة تبادل منفعة بينهم؟ اقول له لا، في علاقة بارازيتيزم تطفل، بارازيتيزم يعني تطفل، علاقة تطفل. طب both plant 1 and 2 are autotrophic، are autotrophs، نباتات ذاتية التغذية، اقول له 1 بس، اما 2 ده بارازيت واحنا كتبنا عليه. تمام كده يا شباب. طب نكمل عندنا هنا number 3 بيقول لي if you know that بالهارزيا worm live and feed inside human hepatic portal vein. قال لي لو تعرف ان دودة البلهارسيا دي بتتغذى داخل hepatic portal vein، ده الوريد البابي الكبدي، الوريد البابي الكبدي ده اللي بيبقى داخل على الكبد. تمام. في الهيومن. so to which of the following do this worm belong؟ طب هي تبع السابروفايت؟ اقول له لا، لان السابروفايت دي اللي بتحلل البوديز اوف ديد اورجانيزم. تمام. طب دي اوتوتروفز؟ اقول له لا، الاوتوتروفز زي الجرين بلانت اللي بيصنع غذائه بنفسه. طب هل ده كارنيفورز، اكلات لحوم؟ اقول له لا، ده زي اللاين والتايجر والكات والدوج، بتاكل لحوم. بارازايت؟ اقول له اه بارازايت، طالما هي دلوقتي اعتمدت على الهيومن انها تحصل على الغذاء بتاعها وعايشه في المكان اللي اسمه الهيباتيك بورتال فين، يبقى كده بتحصل على الغذاء بتاعها كليا من الهيومن، فده نوع من التطفل اسمه انترنال بارازيتيزم، تطفل داخلي. تمام. طيب نشوف نمبر 4 واللي which of the following organism is different in the method of nutrition، مين اللي مختلف في طريقة التغذية؟ جيب لي الهيومن والبريد مولد فانجس واللاين والدير. طبعا الهيومن واللاين والدير ده هيومن وانيمال، والهيومن وانيمال
بنقول عليهم كونسيومر او بنقول عليهم هيتيروتروفيك نيوتريشن، ده نوع التغذيه بتاعتهم. اما الفانجس زي البريد مولد فانجس بنقول عليه سابروفايت، بنقول عليه سابرو فايت يعني كائن بيعيش مترمم. معناها بيعيش مترمم يعني ايه؟ بيعيش على الاورجانيك ريمينز، البقايا العضويه، والبادز اوف ديد اورجانيزم، واجزاء واجسام الكائنات اللي ميته. تمام، يبقى ده علاقه سابروفوتيزم. تمام، او هو يعتبر ايه؟ يعتبر سابروفايت، فهو مختلف عن الباقيين. طب يلا نكمل كده ونشوف نمبر 5. بيقول لي the following table shows the ways of three living organisms for obtaining their food. الطريقة اللي بيحصل بيها تلات أنواع من الكائنات الحية على الفود بتاعهم. عندك الأورجانيزم X obtain simple raw material from the environment، بيقدر ياخد المواد الخام البسيطة الموجودة في بيئته، and convert them، ويقدر يحولهم into complex organic substance. يبقى أكيد ده green plant، نبات أخضر. تمام، او طبعا في سام تايب اوف بكتيريا بتعمل عمليه الفوتوسينثس بروسيس، لان ده كده طالما بياخد مواد سيمبل ورو ماتيريال ويقدر يحولهم لكومبلكس اورجانيك سابستانس، يبقى انت بتقصد بها عمليه الفوتوسينثس. يبقى اول كائن ده جرين بلانت. طب الاورجانيزم واي الي ليف انسايد ذا اليمنتري كانال اوف انذر اورجانيزم، بيعيش داخل القناه الهضميه لكائن اخر، زي مثلا الاسكرسور بتعيش داخل القناه الهضميه للهيومن مثلا، اند فيد اون اتس دايجستد فود، وبتتغذى على الدايجستد فود. يبقى اقدر اقول ان ده بارازايت، بارازايت يعني كائن متطفل. طيب اورجانيزم زيت بيقول لي ليفز ديبندينج اون ذا ديكومبوزد ريمين of organic substance، بيعتمد على البقايا المتحللة للمواد العضوية. اقول له يبقى ده سابروفايت، سابروفايت. يبقى انا بقى اكيد هو هيسألني بعد كده على مين الاورجانيزم اكس واي وزد. ركزوا معايا عشان هقلب الصفحة، احنا عايزين اكس يكون جرين بلانت، وواي يكون بارازايت، وزد يكون سابرو ايه؟ فايت، كائن مترمم. يلا نشوف كده الكلام ده مع بعض موجود فين. عندنا هنا اهو بيقول لي which of the following choice can represent x y and z، مين الجرين بلانت؟ الجرين بلانت، الكورن بلانت. يبقى اجابتي يا سيا دي. وقلنا بعدها حاجه بتعيش في الالمنتري كانال زي الاسكاريس وور، واخر حاجه بتعيش على الاورجانيك ريمينز البقايا العضويه، يبقى مشروم فانجس. يبقى الانسر بتاعتي نمبر سي. تمام كده يا شباب. طب يلا نشوف السؤال نمبر 6 بيقول ايه. بيقول لي which of the following characterizes the root hair، اللي بيميز الشعيرات الجذريه الروت هير سيل from the other normal plant cell عن باقي الخلايا بتاعت النبات. طيب افتكر ان الروت هير دي بتعمل ايه؟ بتعمل absorption للووتر والمينرال سول. تمام، فبريزنس اوف سيل ممبرين، بتتميز بوجود سيل ممبرين اللي هو بلازما ممبرين، موجود في كل البلانت سيل، يبقى ما ينفعش. ذا بريزنس اوف ساف فاكيول، اي ليفنج سيل، اي خليه حيه بتحتوي على ساف فاكيول في الخلايا النباتيه. طب the presence of layer of protoplasm، كلمة protoplasm دي معناها انت عارفها من سنة أولى، معناها النيوكليوس بلس سيتوبلازم. هل بتتميز بوجود النيوكليوس والسيتوبلازم؟ أقول له كل الليفنج بلانت سيل فيهم نيوكليوس وسيتوبلازم. طب increasing its surface area، أيوة طبعا زيادة مساحة السطح بتاعتها. احنا قلنا في فيديو الشرح انها بتكون large in number، عددها كبير، وبتزود surface area of absorption of water and mineral salt، بتزيد من مساحة سطح امتصاص الماء والأملاح. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى number 10. طيب نيجي لنمبر 7. بيقول لي هنا which of the following root hair، من الروت هير اللي قدامي دي، has او have greatest ability of absorbing water from the soil، يعني لها القدرة انها تمتص اكبر كمية مية من السويل. يلا نشوف كده مع بعض. انا عندي الروت هير الاولى كلها سيتوبلازم ونيوكليوس وما فيهاش ستاف فاكيول دي. طيب والتانية هي روت هير شبه اللي اخدناها، فيها ستاف فاكيول وسين لاير من السيتوبلازم ونيوكليوس، يبقى هي نمبر 2. طب ليه مش نمبر 3 على الرغم ان هي شبه نمبر 2؟ لانه هو قال لك في الشرح، تقدر ترجع لفيديو الشرح وتشوف، ان الروت هير دي لايند ومبطنه بثين لاير اوف سيتوبلازم، طبقه رقيقه من السيتوبلازم، والشكل اللي قدامك ده مش ثين لاير، دي سيك لاير اوف سيتوبلازم ومصغر في حجم الساف فاكيول. فنمبر 3 ما ينفعش. اللي هينفع معايا مين؟ نمبر 2. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى بي. تمام، عندنا هنا question number 8. بيقول لي ايه بقى في number 8؟ which of the following has no relation with the suitability of root hair to its function in absorbing water from soil. ايه من الحاجات دي ليس له علاقة، no relation، ليس له علاقة بالملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية. انت عارف ان الشعيرة الجذرية بتتميز بشوية حاجات كده بيخلوها تقدر تأدي وظيفتها.
طيب تعال ما نشوف الإجابات ونشوف مين فيهم ما ينفعش ضمن الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية. بيقول لي هنا the absence of cutin layer، واحد يقول لي دي انا ما اخدتهاش، بس هي على الرغم ان انت ما اخدتهاش بس هي من ضمن الملائمة الوظيفية اللي هي اسمها suitability of root hair to its function، ان الروت هير تقدر تلائم الوظيفة بتاعتها. واحد يقول لي ازاي، هقول لك انت خدت في البرميابيليتي ان الكيوتين ده امبيرميابل تو ووتر، غير منفذ للماء. طب خلي بالك بقى ان الروت هير الوظيفة بتاعتها اساسا انها تعمل ابزوربشن للووتر والمينرال سولت، فلو كان الروت هير متغطية بطبقة من الكيوتين ما كانتش هتقدر تعمل وظيفتها، لكن كون انها absence of كيوتين layer ما عندهاش طبقة الكيوتين فعادي تقدر تسمح بنفاذ الماء. تمام، يبقى ده من ضمن الايه السيوتابيليتي، انت عايز حاجة نو ريليشن مع السيوتابيليتي. طب the presence of large number of mitochondria، وجود عدد كبير من الميتوكوندريا، احنا ما قلناش كده. الروت هير كليفنج سيل هيبقى فيها ميتوكوندريا ولكن مش بلارج نمبر. تمام، فده هو اللي نو ريليشن مع السيوتابيليتي اوف روت هير تو اتس فانكشن. ليه؟ لان الروت هير بتحتاج احيانا انها تمتص ايونز او اليمنت من او نيوتريانت من السويل، بيبقى تركيزهم في السويل اقل من اللي موجود في الساب فاكيول، فبتضطر الساب فاكيول دي انها او الروت هير تمتص النيوتريانت دي بحاجه اسمها الاكتيف ترانسبورت، وده ساعتها بتستهلك انرجي، بس ده مش في كل الاحوال، ده لما يكون تركيز النيوتريانت جوه الساب فاكيول بتاع الروت هير اعلى من الكونسنتريشن بتاعه في السويل. تمام، فبتضطر انها تمتص الحاجه دي بالاكتيف ترانسبورت. تمام، وساعتها تستهلك انرجي فبتحتاج الميتوكوندريا، فكده كده الروت هير ليفنج سيل بتحتوي على ميتوكوندريا، بس حته لارج نمبر اوف ميتوكوندريا دي لا. لكن باقي الحاجات اجابات واضحه وصريحه ان هي من السوتابيليتي اوف روت هير تو فانكشن تو اتس فانكشن. ازاي؟ اولا ان اتس لارج نمبر، عددها الكبير، اند اتس بروتروجن اوتسايد ذا روت، ان عددها كبير وتمتد لخارج الجذر. قلنا عددها كبير ده بيعمل ايه؟ لسه قايلين من شويه في السؤال رقم 6 اهو، لسه قايلين ان عددها كبير ده بيعمل انكريزنج اتس سيرفيس اريا، بيزود مساحه السطح. وهافينج سين سيلولوز وول، ان الجدار بتاع السيلولوز يكون رقيق، دي ميزه مهمه جدا عشان ايه؟ طبعا يسمح بنفاذ مين؟ الووتر من خلاله. تمام كده. طيب ناخد اسئله بقى على ووتر ابزوربشن ميكانيزم، واول سؤال هنا بيقول لي ستادي ذا اوبزيت جراف ذات ريبريزنت ذا ايون كونسنتريشن، اللي بيوضح لي تركيز الايون اوف سام اليمنت لبعض العناصر ان ذا سويل اند ذا روت هير سيل of plant then determine which element is mainly absorbed by diffusion، حدد العنصر اللي هيتم امتصاصه بالايه؟ بالديفيوجن. طب ركزوا بقى معايا كده، انا عندي الروت هير باللون الجرين، تمام، والسويل سوليوشن هي اللي باللون مين؟ الريد او الاورنج ده، شايفينه؟ طيب اللون الريد اللي قدامي ده، انا دلوقتي علشان البلانت يمتص الاليمنت بالديفيوجن لازم يكون الكونسنتريشن بتاعه في السويل سوليوشن اعلى من الكونسنتريشن داخل الروت هير. تمام، لو انت بصيت على الريد كولمز هتلاقي اعلى كولم فيهم اللي هو نمبر 2، يبقى نمبر 2 ده الاليمنت ده متوفر في السويل اكتر من الروت هير، فلما ينتقل من السويل للروت هير هينتقل لها بالايه؟ بالديفيوجن، من فروم هاي كونسنتريتد ميديم of element اللي هو هيبقى soil solution للlow concentrated medium اللي هو هيبقى الstaff vacuole بتاعة الروت هير، يبقى هنختار الانسر بتاعتي number B اللي هي 2. تمام كده. طيب نكمل حل الأسئلة. عندنا هنا في number 10، شوف كده مع بعض بيقول ايه بقى في number 10، بيقولي which of the following food substance has or have the ability to pass through the plasma membrane of the cell، مين يقدر يعدي؟ الستارش، اقول له لا الستارش ده complex sugar، واحنا قلنا البلازما ممبرين عنده selective permeability وما بيسمحش بنفاذ او prevent the passage of large size molecule زي الشوجرز اللي من ضمنها الستارش لانها complex sugar وزي الامينو اسيد. تمام، طب الكالسيوم ايون، قلنا كل الايونز حجمهم صغير، ارجع لاخر فيديو اخدناه تمام بتاع المينرال سولت، وقلنا ان في كل الايونز حجمها صغير وتقدر تعدي من البلازما ممبرين، فالانسر هتبقى نمبر بي. اما الجلايكوجين ده كومبلكس شوجر، ده بيبقى ناتج تخزين الجلوكوز في الليفر والمصل بتاعت الهيومن والانيمال، والكلام ده عارفينه من سنه اولى، ده كومبلكس شوجر ما يعديش من البلازما ممبرين. ولا البروتين، اذا كان الامينو اسيد اللي هي بيلدينج يونت للبروتين ما بتعديش من البلازما ممبرين، يبقى البروتين نفسه هيعدي، يبقى ولا البروتين ولا الكومبلكس شوجر زي الستارش ولا الجلايكوجين يقدر يعدي من البلازما ممبرين، ولكن الايونز عامه بتقدر تمر من خلال
البلازما ميمبرين. طب نكمل عندنا هنا نمبر 11 بيقول لي a plant cell was put in a solution where it gained water، اكتسبت المية by osmosis. طالما قدرت تكتسب المية بالأسموزس يبقى البلانت سيل دي high concentrated، أعلى تركيزا من مين؟ من السوليوشن، وده والسوليوشن هيبقى low concentration. ليه؟ لأن لما هي بتبقى high concentration بتقدر تعمل absorption للوتر by osmosis. فهو ما بيقول لي بلانت سيل وزبوت تم وضعها في سوليوشن وير ات جيند، اكتسبت منه الووتر بالاسموزس، هي اللي اخدت منه الووتر، يبقى الساب فاكيول بتاع البلانت سيل هاي كونسنتريتد، والسويل سوليوشن دوت ايه او السوليوشن اللي اتحطت فيه ده لو كونسنتريتد. لما يقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ذا كونسنتريشن اوف ايتش اوف سيلولار ساب، العصير الخلوي اللي داخل الساب فاكيول اند سوليوشن ريسبكتيفلي ات ذا بيجينينج اوف اكسبيرمنت، قلنا كان البلانت سيل هاي كونسنتريشن والسوليوشن لو. طب هنا 1 و 3 كده العكس، ده لو هاي ما ينفعش، 1 و 1 الاثنين ايكوال ما ينفعش، لان تم انتقال الووتر وما بينفعش تنتقل الووتر بالاسموزس الا ما يكون في ديفرنس في الكونسنتريشن. طب هنا 7 و 2 7 اعلى من 2، يبقى البلانت سيل الكونسنتريشن بتاعها 7% والسوليوشن 2%، يبقى الانسر نمبر سي. طب يعكس 2 و 7 ما ينفعش لان ده كده لو وهاي، واحنا محتاجين هاي ولو. تمام كده يا شباب. طب نيجي لنمبر 12 بيقول لي the opposite figure represent four adjacent cells، اربع خلايا متتاليه that have different concentration of sugar، لها تركيزات مختلفه من الشوجر. which of the following represent the water transfer movement by osmosis، طبعا water transfer by osmosis بيبقى من الهاي concentrated medium of water، من الهاي concentration للووتر to low concentration of water. تمام، يبقى أنا عايز من الأعلى تركيز ماء للأقل تركيز ماء. السيل 1 دي 5% ده تركيز الشجر اللي فيها، فهيكون هنا فيها 95% H2O اللي هو water. طيب أي تركيز هكتبه باللون الأحمر هو تركيز الووتر، 3% يبقى فيه 97% water. تمام، طيب 1% فيه 99% water. طب 0.5% في 99.5% ووتر. تمام كده. طيب يبقى انت هتقول ان المية بتنتقل من المكان الاعلى تركيزا، دي السيل رقم كام اللي فيها اعلى مية؟ 99.5% نمبر 4. هتروح للاقل تركيزا، تمام، اللي هو بقى شوف ايه اكتر واحدة اقل تركيز او حسب ما شوف الاجابات. المهم ان انتقال المية اعلى مكان، اعلى ينفع من فور لاي حد، بس اعلى مكان عندي هو تركيز للمية في 99.5% مية، هو السيل نمبر فور. فانا هنا بيقول لي من 1 ل 2، احنا قلنا المفروض من فور لاي حاجة، من 2 ل 3، من 3 ل 4، ولا من 4 ل 1. لو انت خدت بالك هتلاقي كل الاجابات دي ما تنفعش. يعني لو قلنا مثلا من 1 ل 2، 1 هنا 95% مية وهنا 97، ينفع؟ ما ينفعش. وكذلك من 2 ل 3، من 2 هنا 97% مية وهنا 99، ينفع؟ من 97 ل 99 ما ينفعش. طب من 3 ل 4 ما ينفعش حاجه ل 4، لان المفروض، لان هنا بيقول لك ده 99% ميه وده 99.5، فما ينفعش. انا اللي هينفع بالنسبه لي من 4 لاي واحده منهم عامه ينفع، من 4 اللي هي 99.5% ووتر لنمبر 1 اللي هي نمبر 1 تركيزها كام؟ 95% ووتر، ينفع. يبقى هاخد الانسر بتاعتي نمبر دي. طيب نيجي لنمبر 13، نركز كده مع بعض. بيقول لي ايه هنا بقى في نمبر 13؟ بيقول لي the opposite figure represent a lab experiment، تجربة at which a cylinder filled with air is put above another cylinder filled with a colored gas. السلندر اللي فيها air اتوضعت فوق السلندر اللي فيها غاز ملون colored gas. which of the following would explain what happened. انا هبص على الشكل، ايه اللي حصل؟ انا لقيت colored gas طلع فوق، وكمان زي ما الكالر دي جاز ده انتشر لفوق عندي الاير نزل لتحت. واحد يقول لي ايه اللي عرفني؟ النقط السوداء كانت هنا قريبه من بعض جدا، هنا بعدت عن بعض. فاللي حصل ان هنا الاير بدا ينتقل من هاي كونسنتريتد ميديوم للو كونسنتريتد ميديوم، لان الاير فوق اعلى، تمام، فبالديفيوجن، فالاير هينزل تحت والكالر دي جاز هينتقل من تحت لفوق برضو بالديفيوجن، من الهاي كونسنتريتد ميديوم اللي تحت للو كونسنتريتد ميديوم اللي فوق، فيحصل ديفيوجن، الاير ينزل تحت والكالر دي جاز يطلع فوق لحد ما يختلطوا الاثنين في بعض كده. فبيقول لي the occurrence of diffusion phenomena upward and downward، حصل diffusion للاير داون وورد اهو،
اقول له اللي حصل له داون وورد ده الاير، تمام، وديفيوجن للكالر دي جاز، والجاز هيبقى ابورد، تمام. يبقى الانسر نمبر ايه؟ طب ذا اوكيرنس اوف ديفيوجن فينومينا داون وورد اونلي، يعني هوا بس هو اللي نزل تحت، ما انت شايف اللون الاصفر ده طلع فوق، معناها ان الكالر دي جاز كمان حصل له ديفيوجن. طب ذا اوكيرنس اوف ديفيوجن فينومينا ابورد اونلي، ولا داون وورد اونلي ولا ابورد اونلي، احنا قلنا الاثنين، الاير هينزل تحت والجاز هيطلع فوق. ذا اوكيرنس اوف بوث ديفيوجن اند اوسموزس، ما فيش اوسموزس لان اوسموزس خاص بالووتر وهنا ما فيش ايه ووتر، تمام كده. طب هاتولي كده نمبر 14، بيقول by studying the opposite figure which of the following is that its molecules movement lead to change water color inside the beaker into red، يعني عايز اللي حركته تسبب تغير لون الماء داخل البيكر، الماء اهو عايزين اللون ده يتغير ويبقى ريد، عشان اللون ده يتغير ويبقى ريد يبقى لازم الريد انك سوليوشن يخرج منه حاجه بره عشان يتحول اللون اللي بره للريد. طب ايه اللي هيساعد على كده؟ اولا انه مشاور لك على الغشاء اللي بره ده وقال لك ان ده سيمي بيرميابل ممبرين، طالما ده غشاء شبه منفذ يبقى هيسمح بنفاذ الريد انك من المكان اللي جوه اللي هو الفانل ده، لان هاي كونسنتريتد ميديوم اوف انك، وانه يخرجه لبره ويبقى ايه، ويبقى يخلي اللون اللي بره ده احمر، لان المكان اللي بره ده اللي فيه الووتر ده لو كونسنتريتد ميديوم، يبقى من الهاي لللو ده باي ديفيوجن، يبقى يقدر الحبر يخرج من الفانل عن طريق السيمي بيرمي والممبرين ويروح للووتر ويلونها. فلما يقول لي ذا انك مولوكيول موفمنت ثرو بلازما او ثرو ممبرين باي ديفيوجن، اقول له ايوه طبعا الانك هيخرج من السيمي بيرميبل ممبرين ده بالديفيوجن ويروح للووتر ويلونها، اقول له نمبر ايه مظبوط. طب ذا انك مولوكيول موفمنت ثرو ذا ممبرين باي اوزموزس، ما ينفعش باي اوزموزس لان الاوزموزس خاصه بالووتر والانك دي مولوكيولز، قلنا ذا موفمنت اوف ايون اور مولوكيول فروم هاي كونسنتريتد ميديوم للو كونسنتريتد ميديوم ده اسمه ديفيوجن، يبقى ما ينفعش. طب هنا ووتر مولوكيول، مش هينفع ناخد الووتر مولوكيول لان هو بيسالني في حاجه محدده، ايه اللي هيتسبب في ان لون الميه ده هيبقى احمر، يبقى خروج الانك من الداخل للخارج. فاي حركه للووتر يقول لي حركه الووتر او بالديفيوجن، اولا الووتر ما بتتحركش بالديفيوجن، بتتحرك بالاسموزس. طب حركه الووتر بالاسموزس ما ينفعش وانت بتتكلم اساسا عن ان حاجه تتحرك تخلي الميه لونها احمر، يبقى الحبر هو اللي يتحرك من الداخل للخارج عشان يخلي الميه اللي بره دي لونها ايه احمر، تمام كده. لكن هتقول الووتر تعدي من بره لجوه، طب دي هتخفف من الانك مش هتخلي الميه اللي بره لونها احمر، يبقى انت خلي بالك هو السؤال طالب منك ايه، عايز changing the water color inside the beaker into red، تمام كده. طيب تعالى بقى للسؤال اللي بعده اللي هو رقم 15، ورقم 15 ده بيقول لي in the following figure a cellulose sack case من السليولوز was put as shown in the cases 1 2 3، يعني عايز يقول لك ان الكيس اللي انت شايفه ده من السليولوز، وانت عارف ان السليولوز ده بيرميابل تو ووتر منفذ للميه، تمام. at the beginning of the experiment ده عند بدايه التجربه، اتحط الكيس الاولاني اللي هو 10% جلوكوز في سوليوشن 10% ايه جلوكوز، يعني التركيز بره زي جوه. طيب والكيس الثاني ده 20% جلوكوز واتحط في تركيز بره 100% ووتر 100% ميه، وهنا 10% جلوكوز واتحط هنا في 20% ايه جلوكوز، وهيبتدي بقى يسالني شويه اسئله. يقول لي what is the approximate concentration of water inside cellulose sac داخل الكيس in case number 1، اجي على الكيس نمبر 1 واروح للكيس في 10% جلوكوز يبقى في 90% ووتر، 90% ايه ووتر، ادور بقى انت عايز تركيز الووتر او الكونسنتريشن بتاع الووتر في الـ في الـ في الساك نمبر 1 في الكيس الاول، يبقى اقول له كام 90%، يبقى الانسر نمبر دي. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى، بصوا معايا بيقول لي what is the approximate concentration of water inside the solution in beaker، المرة دي بيسأل، كان في المرة الأولى ما كانش بيسأل in beaker، كان بيقول لي في الساك في الكيس، المرة دي بيقول لي في البيكر، في البيكر in case number 3، أجي على الكيس number 3 ألاقي البيكر 20% جلوكوز يعني في 80% water، 80% إيه water، يبقى أنا أقول له هنا طالما 20% جلوكوز في البيكر هيبقى في 80% water، فاختار الأنسر number C، تمام كده يا شباب، والانسر بتاعتي ايه نمبر سي.
طب هنا البوينت الثالثة بيقول لي what is the concentration of glucose inside the solution in beaker in case number 2، بيسألك على البيكر، ادي البيكر في number 2 الووتر تركيزها 100%. طب انت بتسأل عن concentration of mean of glucose، يبقى هيبقى 0%، طالما 100% مية يبقى 0% جلوكوز، ما فيش جلوكوز خالص، والانسر بتاعتي هتبقى number A. تمام كده، نكمل حل الأسئلة. بيقول لي what is the phenomenon which explain the reason why vegetables gain the salty taste when being cooked. لما بنيجي نعمل خضار، ليه الخضار بيكتسب الطعم بتاع الملح، بياخد السولتي تيست، بيتملح ليه؟ لان طبعا الملح بينتقل اليه عن طريق مين؟ الديفيوجن. لان طبعا احنا لما بنعمل الخضار ده مثلا في الصلصة او الحاجة اللي بيبقى موجود فيها، طبعا دي فيها ملح، فبيبتدي الملح ده ينتقل من الصلصة دي او من الحاجة دي للخضار نفسه، زي البسلة، البامية، الحاجات دي هينتقل لها بالايه؟ بالديفيوجن، لان الملح بره اكتر من الملح داخل الحاجة اللي هي الخضار دي، فهينتقل لها من الهاي كونسنتريتد ميديوم اوف سولت لللو كونسنتريتد ميديوم اوف سولت اللي هو الخضار نفسه عن طريق الديفيوجن. فانا بيقول لي امبيبيشن سيلكتيف برميابيلتي اكتف ترانسبورت ديفيوجن، اقول له لا، ده عن طريق مين؟ الديفيوجن. طيب سؤال نمبر 17 نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا في 17 what do you expect to happen when the cell wall of plant cell is removed. السيل وول removed، تمت ازالته. اذا كان السيل وول ده هو انت واخد من سنة اولى ان هو المسؤول عن انه بروتكت، هو نرجع تاني يا شباب لسؤال رقم 17 لان الفيديو فصل مني بسبب المساحة، فنرجع تاني وركز كده مع بعض. بيقول لي what do you expect to happen when the cell wall of plant cell is removed by a certain way. يعني بيقول لي هنا ايه اللي يحصل لو السيل وول بتاع الخلية النباتية تم ازالته بطريقة معينة، وبعد كده then putting the cell in distilled water، حطينا الخلية دي في distilled water. اساسا كلنا عارفين ان السيل وول من سنة اولى هو اللي بيعمل protection، هو اللي بيعمل حماية للبلانت سيل. فانا لما اشيل السيل وول من البلانت سيل واجي احطها في distilled water، هتفضل absorb water by osmosis، هيحصل لها swelling وبعد كده براست تنفجر. تمام. طيب في حاجة انا شرحتها قبل ما الفيديو يفصل، بصوا معايا كده اهو. انا بقول انا لو عندي بلانت سيل والبلانت سيل دي تم وضعها في distilled water او low concentrated solution، ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي الووتر ينتقل من السوليوشن الى داخل الساب فاكيول بالاسموزس. فاللي هيحصل ان طبعا هتحصل لها ان هي انكريز ان ايه ان سايز، يعني من الاخر كده البلانت سيل هيحصل لها سويل. يبقى قاعده كده بناخدها معانا، لو قال لي اي بلانت سيل تم وضعها في ديستلد ووتر او لو كونسنتريتد سوليوشن بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها سويل، بتنتفخ. طب لو البلانت سيل ده انت شلت السيل وول بتاعها من بره، هيحصل لها براست تنفجر، يبقى تنفجر في حاله غياب السيل وول. تمام. طيب عشان باقي الاسئله، افرض احنا حطينا البلانت سيل دي في هاي كونسنتريتد سوليوشن، الووتر هيبتدي يتحرك من البلانت سيل نفسها، من الساب فاكيول نفسها اللي بره اهو، شايفين اتجاه السهم بالاسموزس. فلما الميه تخرج من البلانت سيل يحصل لها شرينك. يبقى احنا بنعرفها مع بعض كده، حطينا البلانت سيل في ديستل ووتر او لو كونسنتريتد سوليوشن، الميه هتدخل للبلانت سيل وتسبب لها سويل. اما لو اتحطت في الهاي كونسنتريتد سوليوشن، الميه هتخرج من البلانت سيل، الميه هتخرج منها وتسبب لها شرينك. طيب ده بيكلمني على البلانت سيل. طب افرض الكلام ده على الانيمال سيل، عشان لو جالنا في اسئله. بص الانيمال سيل كده كده ما عندهاش سيلول، يعني لو انت حطيتها في ديستل ووتر او لو كونسنتريتد سوليوشن بيحصل لها براست تنفجر، اما لو حطيتها في هاي كونسنتريتد سوليوشن برضو زي البلانت سيل بيحصل لها شرينك. تمام. طيب نشوف السؤال بتاعنا. يبقى احنا هنا بيقول لي تتوقع ايه لما السيل وول يتم ازالته بطريقه معينه وبعد كده تحط البلانت سيل في ديستل ووتر؟ انا قلت لك طالما اتحطت في ديستل ووتر يحصل لها سويل وبعد كده براست. تمام. ليه براست؟ بسبب غياب السيل وول. طالما ما فيش سيل وول يبقى ايه؟ هيحصل لها براست تنفجر. فبيقول لي ذا سيل تيكس ا لونجر تايم تو سويل، هتاخد وقت طويل عشان تنتفخ. لا بالعكس، طالما محطوطه في ماء مكتر هتمتص الميه منها بسرعه بالاسموزس ومش هتاخد وقت كبير عشان تنتفخ. طب ذا بروتين ذات ار بريزنت ان سيتوبلازم اكزيت ثرو سيل ممبرين، اولا البروتين حجمه اكبر من انه يعدي السيل ممبرين. قلنا السيل ممبرين هو البلازما ممبرين، والبلازما ممبرين ده سيمي بيرميبل وما بيعديش الحاجه اللي حجمها كبير زي الشوجرز والامينو اسيد. الامينو اسيد اللي هي وحده بناء البروتين، ما بالك البروتين نفسه ما يعديش من السيل ممبرين ده، هي السيل كلها على بعضها يحصل لها براست. طب ذا سيل شرينك،
كان ممكن نقول ان السل دي شرينك لو احنا حطيناها في هاي كونسنتريتد سوليوشن، لكن انت دلوقتي حاطط السل فين؟ انت حاطط السل في ديستلد ووتر، يبقى مش هيحصل لها شرينك، هيحصل لها سويل وبعدين براست. طب نشوف الانسر نمبر دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا سيل براست، السل براست الخليه تنفجر، يبقى الانسر بتاعتي نمبر دي. طب نكمل، عندنا رقم 18 هنا، رقم 18 بيقول لي ايه؟ Which of the following figures shows the change that occurred to the plant cell in the opposite figure when putting it لما بنحطها for 30 minutes نص ساعة in a high concentrated solution. خلي بالك ادي البلانت سيل وهيحطها في high concentrated solution with respect to the subsolution. طب ما احنا لسه اخدين حالا، انا لو حطيت البلانت سيل في high concentrated solution هيحصل لها shrink. طب انهي شكل من دول shrink؟ ايه هقول لك ايه؟ نفس الشكل دي، نفس الشكل حصل، بس ان الساب فاكيول حجمها قل، ما ينفعش لان هي كده ما حصلهاش شرينك. طب هنا بالعكس، ده هنا حصل لها سويل انتفخت. طب هنا لا، هنا حصل لها شرينك بدليل، شايفين الجدار من بره هو بدا ينكمش تمام، والساب فاكيول حجمها يقل، والبلازما ممبرين ده بدا يدخل للداخل كده كده، يبقى حصل لها شرينك، يبقى الانسر بتاعتي نمبر دي. تمام كده يا شباب، نكمل حل الاسئله. عندنا هنا السؤال رقم 19 بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا the opposite figure shows the concentration of cellular sap inside، بيوضح تركيز cellular sap داخل 3 adjacent plant cells، داخل 3 خلايا متتالية نباتية. which of the following choices shows the path of water، ايه اللي بيوضح مسار الووتر ترانسبورت انتقال الماء among these cells. طب يلا نقول، طبعا احنا عرفنا خلاص ان لما يكون في 12% من السكروز مثلا سوليوشن من المحلول سكر، يبقى في انت عندك هنا مثلا 88% ووتر، 88% ووتر تمام كده، وهنا 8% يبقى في 92% ووتر، وعندك هنا 10% يبقى في 90% ايه ووتر تمام كده. طيب فهو انتقال الماء بيبقى ايه؟ بيبقى من الهاي كونسنتريتد ميديوم of water، من الوسط الاعلى تركيز للماء للوسط الاقل تركيز للماء. مين اعلى واحد؟ اعلى واحد اللي هو 8%، 8% ده يعني 92% ميه هتروح للي جنبها اللي هي ايه؟ 90% ميه، زي الشكل رقم دي. طيب وتقدر برضو تنتقل من 92% ل 88% تمام، ومن 90 ل 88، يبقى الاول من اللي هي 8 ل 10 تمام، يقدر ينتقل الوتر كده، وينفع هنا من اللي هي 8 و10 لمين؟ لل 12 تمام كده، يبقى الشكل اللي هو رقم دي. يبقى احنا هنا هننتقل في اتجاه مين؟ اللي هو من الاعلى تركيزا للماء اللي هو 92 يروح لل 90، وال 92 وال 90 هما الاثنين يروحوا عند ال 88، يبقى الشكل اللي هو رقم دي تمام. طب نركز في السؤال اللي جاي رقم 20، بيقول لي هنا the following figure shows two pieces of potato having the same weight at an equilibrium state، القطعتين البطاطس في ليهم نفس الوزن وفي حالة اتزان on the given balance، what happens when each of them is immersed in beaker 1 and 2 separately. يعني انت حطيت القطعة الاولى في البيكر نمبر 1 اللي هو concentrated sugar solution، اقول له اللي اتحطت في الconcentrated دي هيحصل لها shrink لان الووتر هتخرج منها وتروح للسوليوشن ده. طب واللي اتحطت في ديستلد ووتر، اللي هتحطت في ديستلد ووتر هيحصل لها سويل، ليه؟ لان الميه هتنتقل، يبقى اتجاه الووتر هيبقى من البوتيتو بيس اكس للسوليوشن 1، اما هنا اتجاه الووتر هيبقى من السوليوشن 2 اللي هو الديستلد ووتر ده، هيكون في اتجاه مين؟ البيس اوف بوتيتو واي، فعلشان كده اكس يحصل لها شرينك وواي يحصل لها سويل. طيب نشوف الاجابات بقى، بيقول لي the weight of piece x increase، لا decrease، احنا قلنا shrink يبقى decrease، يبقى بدل increase دي decrease، يبقى انا هنا اصلح دي الاول decrease اهو. بيقول لي why ال piece y isn't affected، لا isn't affected ازاي؟ ده swell، swell يعني ال weight بتاعها هيحصل له increase تمام كده. طب the weight of piece x decrease وال weight of y piece البيس واي isn't affected، قلت بدل isn't affected هتبقى ايه؟ هتبقى increase، يبقى ما ينفعش. the weight of piece x increase، قلنا لا مش increase، احنا صححناها وقلنا decrease، يبقى الاجابة دي كده غلط خالص. طب the weight of piece x decrease وال weight of piece y increase، ده اللي احنا قلناه من الاول خالص، ان x هيحصل لها shrink فال weight بتاعها decrease، وال y يحصل لها swell فال weight بتاعها increase تمام كده يا شباب. طب نشوف 21،
21 هنا بيقول لي what happens when immersing a plant cell in a solution with low osmotic pressure 1% with respect to cell concentration. ايه اللي يحصل لو انت غمرت خلية نباتية في محلول، المحلول ده منخفض التركيز low osmotic pressure يعني تركيز 1%، تركيزه منخفض بالنسبة لمين؟ تركيزه منخفض بالنسبة للسيل كونسنتريشن. طب ما انا قلت لك لما بنحط البلانت سيل في محلول low concentrated بيحصل لها ايه؟ بص لي كده، لما قلنا البلانت سيل اتحطت في low concentrated solution بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها swell. خلاص ادور على كلمة swell فلاقي عندي في الانسر نمبر ايه it swells، يبقى اختار الاجابة ايه. طيب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو 22. بصوا معايا كده بقى، بقولي the opposite figure shows the rising up ارتفاع of concentrated sugar solution محلول سكر مركز inside a glass tube داخل انبوبة زجاجية connected firmly inside a hollow piece of carrot that is put in diluted sugar solution. بيقول لي ايه بقى؟ خلي بالك ده at the beginning of experiment احنا جبنا piece of carrot، والبيس اوف carrot دي عملنا فيها تجويف من جوه كده، تمام، خليناها هولو مجوفه من جوه. طيب هي المحلول اللي اتحط في التجويف ده كان concentrated sugar solution، لكن الكاروت نفسه اتحط في diluted sugar solution، ده في بدايه التجربه. بعد شويه after 2 hours لقينا ان السوليوشن ده بيرتفع داخل الجلاس تيوب الانبوبه. ايه اللي حصل؟ نقول اللي حصل لما يكون التركيز بداخل الكاروت اعلى من التركيز في السوليوشن اللي بره، ده diluted solution، يبقى الووتر هتبتدي تنتقل من بره اللي هو low concentration لجوه اللي هو الهاي concentration بالاسموزس، تمام. ما هو diluted solution اللي هو محلول مخفف يعني low concentration، يعني ايه low concentration solution؟ يعني عنده high concentration of water، of H2O، تمام كده، يعني تركيز مية اعلى، فتركيز المية اعلى هيروح لتركيز المية الاقل اللي هنا ويسبب ارتفاع السوليوشن في التيوب دي، تمام. فنشوف الانسر معايا، بيقول لي هنا the sugar molecule movement through carrot tissue to the glass tube، حصل حركة لجزيئات السكر. انا لسه قايلة لك الووتر، قلت لك الديليوتد شوجر سوليوشن بيبقى فيه هاي كونسنتريشن اوف ووتر، فالميه هتتحرك، قلت لك اهو الميه اللي هنا هتتحرك من بره لجوه. يبقى شوجر مولوكيول موفمنت دي ملناش دعوه بيها، خلينا في الووتر مولوكيول. ذا ووتر مولوكيول موفمنت ثرو كاروت تيشو تو ذا جلاس تيوب، الميه هتتحرك من خلال نسيج الجزر وتروح للانبوبه دي وترفع الايه المحلول اللي فيها، يبقى هتبقى الانسر بتاعتي نمبر سي، تمام كده. طب بيقول لي the water molecule movement through carrot tissue to the beaker، المية تخرج من الكاروت من هنا وتروح للبيكر، ما ينفعش لان الكاروت المحلول اللي فيه high concentrated concentrated solution محلول مركز، ما ينفعش المية القليلة اللي فيه تخرج بره، يبقى المية هتدخل من بره لجوه وتسبب ارتفاع المحلول ده، تمام كده. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى نمبر سي. طيب نيجي ل 23 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي a student brought four equal sized pieces of carrot plant root. يعني ايه؟ في طالب او تلميذ بدا يجيب اربع قطع متساويه في الحجم من الكاروت، تمام. then they were treated as shown in the following figure، بدا التعامل معاهم زي الشكل اللي قدامي ده. ازاي؟ يعني مثلا انت عندك القطعه الاولى اهي تم وضعها في الووتر، والقطعة التانية تم وضعها في concentrated sugar solution، واحنا متفقين ان لما نحط الحاجة اللي هي القطعة البوتيتو دي في الـ concentrated solution بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها shrink، تمام كده. طيب وخلي بالك ان ده fresh piece of carrot، يعني دي قطع من الجزر طازجة، لكن القطعتين اللي جايين دول boiled piece of carrot plant root، يعني هنا تم غلي القطعتين دول. طب تم غليهم يعني دلوقتي بقت non living cell، خلايا غير حية، خلايا غير حية. فانا هنا دلوقتي فما ينفعش اقول عليها swell ولا shrink، واحنا بنتكلم في swell وshrink في الخلايا اللي هي living اللي هي الحية، مش الخلايا اللي تم غليها. فلما يقول لي which piece will be the smallest in size، يعني حصل لها shrink، مين اللي بقت اصغر في الحجم؟ اللي انكمشت. طب مين اللي انكمشت؟ اللي هي نمبر بي الثانيه دي، فالانسر بتاعتي هتبقى نمبر بي اللي اتحطت في ايه؟ في ايه concentrated sugar solution، هي اللي هتنكمش. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده اللي هو 24، بيقول لي هنا the opposite figure represents the direction of water molecule
transfer by osmosis، ده بيوضح انتقال الوتر بالاسموزس فينومنا among three neighboring plant cells، ما بين ثلاث خلايا نباتية متجاورة. which of the following choice represent the correct arrangement، انهي الترتيب الصحيح of cells from the least to the highest concentration of water، من الاقل تركيزا للمية للاعلى تركيزا للايه للمية. طيب انا دلوقتي لما اخد ترتيبهم كده من الاقل تركيزا للمية اكيد هروح لنمبر 3. ليه؟ عشان المية عمالة، مش ده اتجاه انتقال الماء؟ مش ده direction of water molecule؟ كون ان المية بتيجي من 1 وتروح ل 3 وبتيجي من 2 وتروح ل 3، يبقى 3 دي high concentrated عنهم، اعلى تركيزا منهم. اعلى ايه؟ تركيزا منهم. اعلى تركيزا منهم يعني اقلهم في الماء، اقلهم في الايه؟ في الماء. فانا دلوقتي كون ان هي high concentration للسولت مثلا او للشجر او كده، معنى ان هي high concentration يبقى هي low concentration للووتر، اقل تركيز للماء. فعلشان كده طالما هي كسل كخلية اعلى تركيزا، يعني كمية المية اللي فيها قليلة، يعني اقل تركيزا للماء. فبدأت المية تتحرك من 1 وتروح لثري، وتتحرك من 2 وتروح لمين؟ لثري. تمام، يبقى 3 ديت هي اقلهم في تركيز الماء، فابدا ب 3. هتلاقي الاجابه نمبر دي بيقول لك 3 2 اند 1. طب تنفع معايا؟ تنفع، لان 1 بيدي ل 2، يبقى 2 اعلى تركيزا من 1، علشان كده الميه انتقلت من 1 ل 2. يبقى هنا دلوقتي مين كان اعلاهم تركيزا في الميه؟ 1، لان الميه بتتحرك بالاسموزس من الاعلى تركيز ميه للاقل تركيز في الميه. فانا عندي اقل واحد في تركيز الميه خالص، اقل واحد في ميه اللي هو هاي كونسنتريتد نمبر 3، واللي بعده نمبر 2 لان 1 اديته ميه برضو. تمام، فطالما 1 هي اللي بتديهم يبقى هي الاعلى تركيزا في الماء. الاعلى تركيزا فين؟ في الماء. يبقى انت بدات تتحرك من الليست للهايست كونسنتريشن اوف ووتر، من 3 اللي الميه عماله تروح لها من 1 و2 اللي هي كده كانت اقلهم تركيزا في الماء، ل 2 اللي بوصل لها ميه من 1 لوان اخر حاجه اللي هي عماله تدي كله ميه. يبقى وان دي كانت highest concentration of water، highest concentration of H2O، اعلى تركيز للميه، يعني الاملاح اللي فيها قليله وميتها كتير، فعشان كده كانت عماله تدي الخلايا اللي حواليها، فالانسر هتبقى نمبر دي. طب نيجي للسؤال 25، بيقول لي if you know that the osmotic pressure of plant cell X is equivalent to 5% sucrose solution، يعني التركيز هنا 5% sucrose solution، what is the concentration of sucrose solution that lead to converting the cell from state number 1 to state number 2 when put it in، لما بنضعها في الحالة الأولى كانت منتفخة تمام، في الحالة الثانية حصل لها shrink. طب ما انت عارف ما بيحصلش shrink إلا لما نوضع الحاجة دي في high concentrated solution. يبقى لما يقول لي وضح لي التركيز، هو عايز التركيز اهو which concentration of sucrose solution، اي تركيز اللي وصلنا للحالة دي اكيد الهاي concentration. تمام، لما يقول لي which concentration اقول له الهاي concentration هو اللي بيسبب shrink. طب مين اعلى تركيز؟ 0 لا 1 لا 5 قد ده، اعلى تركيز هنا هو 10. يبقى اللي بيأدي، طبعا احنا شفنا الكلام ده، وهو زي ما بنقول ان احنا لو حطينا البلانت سيل في هاي concentrated solution بيحصل لها ايه؟ shrink. يبقى انا اخترت الاعلى تركيز فيهم اللي هو 10%. طب نيجي ل 26، بيقول لي ايه بقى في 26؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا in the opposite figure which of the following will lead to converting a plant from state number 1 ل state number 2. النبات هنا مصحصح وطبيعي، بدا يحصل له wilting، ذبول، يدبل. يدبل يعني اكيد في جفاف، مفيش ميه، فقد الميه اللي فيه. تمام، when irrigating the plant continuously by it. طب ده بيقول لي irrigating يعني ري، يعني هنروي، وهيبقى النبات بالشكل ده. ايه اللي حصل؟ روينا بتاب ووتر بميه حنفيه؟ لا، لو بميه الحنفيه كان زمانه فضل على المنظر ده، لو بديستلد ووتر كان فضل على المنظر ده، لو لو كونسنتريتد شوجر سوليوشن محلول منخفض التركيز بيبقى عادي زي الديستلد ووتر، هيفضل بنفس المنظر ده. المشكله ان احنا حطيناه في ايه؟ في هاي كونسنتريتد سولت سوليوشن، حطيناه في روينا كده، روينا هنا
بميه تركيز الاملاح اللي فيها عالي. فلما يكون السويل تركيز الاملاح اللي فيها عالي فهتبتدي الووتر تسيب البلانت اللي هي خلايا النبات وتروح للسويل بالاوسموزس، لان الميه بتتحرك من الهاي كونسنتريتد ميديوم لللو كونسنتريتد ميديوم بالاوسموزس. خلايا النبات كان فيها ووتر والتربه اللي اتحط فيها كان املاحها كتير، فبدات الووتر تتحرك من خلايا النبات للسويل هنا بالاوسموزس، فاكيد هو تم وضعه في هاي كونسنتريتد سولت ايه سوليوشن. تمام. طب نيجي ل 27 بيقول لي in the opposite figure an amount of sucrose solution with concentration 10% is put in the right side. حطينا هنا سكروز بتركيز 10% في الجنب اليمين. تمام. and another equal amount of sucrose solution with concentration 6%، وهنا حطينا الناحية التانية هنا 6%. تمام. يبقى التركيز في الجنب اللي هو الرايت اعلى من الايه الليفت، يبقى الناحية الرايت دي التركيز فيها اعلى من الناحيه الليفت. تمام. فبيقول لي what do you expect to happen after passing some time. طب بعد مرور الوقت ايه اللي هيحصل؟ يلا نشوف كده مع بعض يا شباب. بعد ما الوقت يعدي ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي الميه تتحرك للناحيه الايه اليمين. ليه؟ معنى ده 6% سكروز معناها ان في هنا 94% ووتر، ومعنى ده 10% ان في بس 90% ووتر. فالميه بتتحرك من الهاي كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر اللي هو 94% لللو كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر اللي هو 90% باي اوسموزس. يبقى الميه تتحرك من الناحيه هنا الليفت تروح للناحيه الرايت بالاوسموزس. فين بقى ووتر ترانسفير فروم رايت؟ ما ينفعش فروم رايت، ما ينفعش. ووتر ويل ترانسفير فروم ليفت تو رايت، من الليفت للرايت بالاوسموزس. الميه تتحرك من الليفت للرايت بالايه بالاوسموزس. نكمل حل الاسئله. عندنا هنا عن الاسئله عن الابزوربشن اوف مينرال ايه سول. يلا نشوف كده مع بعض. بيقول لي فروم ذا اوبوزيت فيجر وات از ذا فينومين باي ويتش سبستانس ايه ترانسفير امونج سيل. مين الماده ايه؟ الماده ايه دي؟ هي الووتر. تمام. والووتر زي ما اللي عرفني لانها راحه للساب فاكيول اهو. تمام. الووتر اتجاهها ناحيه مين؟ الساب فاكيول. طيب الووتر بتتحرك بايه؟ انهي خاصيه؟ بالاوسموزس ولا الامبيبيشن ولا الديفيوجن ولا الاكتيف ترانسبورت؟ اقول له لا، الاوسموزس. يبقى الماده اللي عندي دي هي الووتر، او باي ويتش سبستانس اللي هي الووتر. الووتر بتتحرك اللي عرفني لان هي راحه باتجاه مين؟ الساب فاكيول. تمام. طيب ايه الخاصيه اللي بينتقل بها الووتر؟ طبعا الاوسموزس. طب هاتولي السؤال نمبر 29 كده ويلا مع بعض. بيقول لي in the opposite figure what is the phenomenon by which the sodium ion move from A to B. طب جايب لك الدوائر دي كده، هي بتمثل لك الصوديوم ايون. تمام. طب الصوديوم ايون الدوائر الصغيره دي هي الصوديوم ايون، وتركيزها في الجنب ايه؟ اعلى من الجنب بي. يبقى تقدر، احنا قلنا movement of molecules or ion from a high concentrated medium to low concentrated medium، ده تعريف الديفيوجن. يبقى السولتس اللي هي الدوائر دي اللي بتمثل لي الصوديوم، او مشاور لي على دايره منهم بيقول لي هنا الصوديوم ده الصوديوم ايون. فالصوديوم ايون ده هيتحرك من الناحيه ايه للناحيه بي بالايه؟ بالديفيوجن. فين الديفيوجن؟ عندي في الانسر نمبر بي. طب what is the phenomenon by which water molecule، خلي بالك water، move from B to A. طبعا المية هنا اللي هو المكان الفاضي اللي هو لونه لبني ده شايفينه، ده مية. بما ان الدوائر دي هي الصوديوم ايون، تمام، يبقى الفاضي ده اللي لونه لبني ده هو الووتر. فالووتر في الجنب B اعلى من الجنب A، فتبتدي المية تتحرك من B لA بA بالاوسموزس. فلما يقول لي المية الووتر اتحركت من B لA عن طريق مين؟ اقول له عن طريق الاوسموزس، لان الجنب B high concentrated medium of water والجنب A low concentrated medium of water. طيب بيقول لي هنا في النمبر 30 which of the following element is needed by the plant for protein synthesis. مين العنصر اللي محتاجه النبات عشان تخليق البروتين؟ الالومنيوم ولا النيتروجين ولا المولبدينيوم ولا كلوراين؟ او اللون نيتروجين. لكم سبب؟ لسببين، سبب تراكمي خدناه السنه اللي فاتت وسبب اخدناه السنه دي. السبب اللي اخدناه السنه دي ان انت عارف ان النيتروجين ده بيكون حاجه في الماكرو نيوتريانت اسمها النيتريت. تمام. اوريها لكم وتقدروا ترجعوا الفيديو الشرح برده يا شباب، يعني او احنا ممكن نوريها لكم بسرعه كده اهو. طبعا انت عارف ان النيتروجين ده من الماكرونيوترينت، حلو، والنيتروجين داخل في تكوين النيتريت، واحنا قلنا ان النيتريت والفوسفيت والصلفيت بيقدروا يحولوا الكربوهيدرات لايه؟ بروتين. دي من منهجنا السنه دي. طب من منهج السنه اللي فاتت انت عارف ان البروتين بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، وان البروتين ده بيتكون من امينو اسيد. نكتب لك تركيب الامينو اسيد. الامينو اسيد بتبقى كربون اتوم وفوق هيدروجين اتوم وتحت الكايل جروب، وهنا كربوكسيل اسيد جروب،
وهنا بيزك امينو جروب، تمام كده ان اتش 2. فانت عندك عنصر النيتروجين في الامينو جروب اللي داخله في تركيب اي دوت اي، ده اختصار امينو اسيد، تمام كده. فالامينو اسيد اللي بيكون البروتين من ضمن تركيبه في عنصر النيتروجين، غير ان النيتريت مع الفوسفيت والصلفيت بتقدر تحول الكربوهيدرات الى بروتين، تمام. نيجي للسؤال اللي بعده 31، بيقول لي هنا which of the following elements is the least used by plant. least used اقلهم استخداما، يبقى حاجه من المايكرو نيوتريانت، لان هو اللي بنستخدمها بكميات قليله جدا جدا. طبعا انت عندك الفوسفورس والنيتروجين والسلفر، دول ماكرو نيوتريانت. الوحيد اللي مايكرو نيوتريانت هو الايودين، تمام. طيب نيجي للسؤال 32، شايفين كده مع بعض، بيقول لي if the concentration of potassium ions in the pond water في مية البركة 1.2 × 10³ ion/L، what is the concentration of this ion in the cellular sap of Nitta alga if you know that. لو عرفت ان الابزوربشن of potassium ion require energy، معنى ان امتصاص الصوديوم بيحتاج energy، يعني هيتم عن طريق عملية اسمها الاكتيف ترانسبورت. ومعنى ان هو هيتم عن طريق الاكتيف ترانسبورت ان التركيز بتاع العنصر ده في الالجي اعلى من تركيزه في البوند ووتر. فاذا كان تركيزه في البوند ووتر 1.2، يبقى انا محتاج يكون تركيزه في الالجي اعلى. طبعا هنا 1.2 ما ينفعش، لان دي كده ايكوال 0.2 ده اقل، 0.1 اقل، 2.1 دي 1.2 دي 2.1، 2.1 باي 10³ ion/L هي ده التركيز الاعلى. يبقى ده التركيز بتاع البوتاسيوم داخل النتل الجي، وتركيزه اعلى من اللي موجود في البوند ووتر اللي هي 1.2 × 10³، علشان كده هو هيمتصه بالاكتف ترانسبورت عن طريق ان هو ريكواير انرجي، هيستهلك كيميكال ايه انرجي او هيستهلك اي تي بي. طب نيجي للسؤال 33، بيقول لي هنا in the opposite graph what is the reason for the non absorption of element x. الاليمنت اكس هو انت جايب لك اللون الكولم الازرق، ده تركيز الاليمنت في السويل، والبلانت سيل باللون البينك. فانت خدت بالك هنا ان الاكس موجود في السويل والبلانت سيل مفيش كولم هنا للبلانت سيل، يبقى اكيد هنا البلانت مش محتاجه، طالما ما بيمتصوش يبقى مش محتاجه. فبيقول لي ايه السبب ان في عدم امتصاص اكس، ان its presence in an ion form، عشان هو في صورة ion. طب ما ايه المشكلة، كلهم بيبقوا في صورة ion بيتم امتصاصه. طب its concentration is very high in the soil، عشان تركيزه كبير جدا في التربة. لا ده حلو قوي ان يبقى تركيزه كبير في التربة، لو النبات محتاجه هيدخل للنبات بالديفيوجن، تمام. طب the plant doesn't need it، اكيد طالما ما فيش هنا كولم للبلانت سيل يبقى اكيد النبات مش محتاجه، يبقى الانسر نمبر سي. This element is from the micronutrient، حتى لو هو من المايكرونيوترنت النبات بيمتصه بس بكميات قليلة، تمام. يبقى كان هيبقى فيه كولم تاني باللون البينك بس مثلا بكمية قليلة، يبقى الانسر هتبقى نمبر سي. طب نكمل عندنا هنا نمبر 2، what is the phenomenon on which the plant depend for the absorption of element y. ابص على الاليمنت y الاقي تركيز العنصر في البلانت سيل اعلى من الكولم الازرق اللي في السويل سوليوشن، يبقى هو هيحتاج هنا الاكتيف ترانسبورت. فين الاكتيف ترانسبورت؟ عندي في نمبر سي، يبقى هيحتاج انرجي عشان يقدر يمتص العنصر مين واي. ليه؟ لان تركيزه في البلانت سيل اللي هو اللون البينك اعلى من تركيزه في السويل سوليوشن، وكون ان هو هينتقل من السويل سوليوشن اللي هو اللو كونسنتريتد ميديوم للبلانت سيل اللي هي هاي كونسنتريتد ميديوم، يبقى محتاج اكتيف ترانسبورت، وده عن طريق استهلاك انرجي. Number 3، if you know that in case of the absence of element Y، لو ما فيش العنصر Y photosynthesis process wouldn't occur، مش هتحصل. which of the following may represent this element، مين ممكن العنصر اللي لو مش موجود مش هتتم عملية الفوتوسينثيز، الايرن ولا السلفر ولا الكلوراين ولا الكالسيوم؟ اقول له الايرن. ليه؟ ارجع لفيديو الشرح هتلاقينا قلنا ان الايرن بيستخدم في building up coenzyme، بيستخدم في بناء الانزيم، الانزيم اللي بنحتاجها في ايه؟ اللي بنحتاجها في accomplishment. اهو iron is important for building up of some coenzyme which are required for the accomplishment of photosynthesis process. فلو ما فيش iron ما فيش بناء للانزيمات، مش هتتم عملية مين؟ الفوتوسينثيز. طيب البوينت دي على نفس السؤال بيقول لي هنا ايه، بصوا معايا كده، which of the following interpret بيفسر the reasons for the presence of element Y in a higher concentration than that of Z element in plant cell.
طبعا بيقول لك ايه اللي بيخلي الواي موجود بتركيز اعلى من زد؟ اكيد ان النبات بيحتاج واي ده اكتر ما بيحتاج مين، اكتر ما بيحتاج زد. تمام، نشوف كده، بيقول لي the plant need element y more than z. ليه؟ لان احنا في بوينت برضو تقدر ترجع لها في فيديو الشرح. تمام، بصوا معايا كده يا شباب، او في بوينت احنا قلناها في فيديو الشرح، بتقول لي خلي بالك ان الكونسنتريشن بتاع سم ايون ذات اكيوميليتد ان ذا سيل بيبقى هاير عن اذر، يعني مثلا هنا تراكم الكلوراين اعلى من تراكم الصوديوم، اعلى من تراكم اي حاجه. طيب ده بيثبت ايه؟ ان الايونز ار سيلكتيفلي ابزوربد اكوردنج تو ذا بلانت نيد. ده بيتم امتصاصها على حسب حاجه النبات، فلما يكون النبات ممتص حاجه اكتر من حاجه يبقى اكيد بيحتاجها اكتر، يبقى ذا بلانت نيد اليمنت واي مور ذان زد، مش ذا ابزوربشن اوف تو اليمنت از اوكيرد باي ديفيوجن، مش عشان الاثنين بالديفيوجن، ولا عشان ان الفيرست اليمنت ابزوربد بالديفيوجن والسكند بالاكتف ترانسبورت، ولا علشان الفيرست اليمنت ابزوربد باي اكتف ترانسبورت والتاني بالديفيوجن. هي الفكره، لو لقيت تركيز عنصر في النبات اعلى من عنصر تاني بيبقى لان النبات محتاج الاليمنت ده اكتر من الاليمنت التاني. تمام، نيجي ل 34، بيقول لي هنا which of the following mechanism permits the transport process inside the cell. مين من العمليات اللي قدامي او الميكانيزم اللي قدامي بتسمح بالنقل في الخلايا بتاعه النبات؟ الاكتيف ترانسبورت ولا الديفيوجن ولا السلكتيف بريميابيليتي ولا الاوسموزس؟ كلهم 1 و 2 و 3 و 4 اللي هي الانسر نمبر دي. ليه؟ اولا بتحتاج الاكتيف ترانسبورت لما بيكون تركيز الاليمنت ده او النيوتريانت ده في البلانت اعلى من تركيزه في السويل، وبتحتاج الديفيوجن بالعكس لما بيكون تركيز الاليمنت في السويل اعلى من البلانت، وبتحتاج السلكتيف بريميابيليتي على اللي بيقوم بيها البلازم برين عشان يختار المواد اللي هيتم دخولها للبلانت سيل اكوردنج تو بلانت نيد على حسب حاجه النبات، وبنحتاج الاوسموزس عشان يتم حركه الووتر فروم هاي كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر تو لو كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر. فالانسر بتاعتي هتبقى نمبر دي. ذا لاست كويستشن، اخر سؤال معايا، بيقول لي هنا ايه؟ A piece of fresh potato، قطعة من بطاطس طازجة، is put in a diluted sucrose solution. خلي بالك احنا قلنا لما بتتحط في محلول مخفف بيحصل لها swell. تمام؟ And after an hour، وبعد ساعة the weight of this piece increase. طبيعي انا لسه قايلك swell يبقى الوزن بتاعها هيزيد. Which of the following shown in the opposite table represent. represent مين؟ ايه بيوضح لي؟ the concentration of sucrose in solution after the end of experiment، عايز تركيز محلول السكروز اللي هي اتحطت فيه على نهاية التجربة مش في بداية التجربة. خلي بالك من كلمة end، after the end، بعد النهاية بتاعت التجربة. and the occurring process، اولا احنا لما نحط، بصوا لي كده ايه اللي هيحصل اهو، انت لما تيجي تحط البلانت سيل في لو كونسنتريتد سوليوشن الميه هتتحرك من اللو كونسنتريتد سوليوشن وتروح لجوه البلانت سيل دي وتسبب لها ايه؟ وتسبب لها سويل، تنتفخ. يبقى اول حاجه سويل ان حجمها هيزيد. طيب بعد ما الميه تنتقل من السوليوشن ده، السوليوشن ده في نهايه التجربه هيحصل له ايه؟ مش الميه اتاخدت منه هيصبح هاي كونسنتريتد، يبقى هو كان لو كونسنتريتد في الاول عشان في ميه كتير. طب الميه اتاخدت منه ودخلت لجوه النبات وباقي هنا تركيز الاملاح مع نسبه صغيره من الميه، فالمحلول ده على نهايه التجربه هيتحول لهاي كونسنتريتد سوليوشن. يبقى خلي بالك من السؤال، هو مش عايز المحلول في بدايه التجربه، في بدايه التجربه كان لو كونسنتريتد سوليوشن، طب لما اتسحبت منه الميه ودخلت جوه البلانت سيل وعملت لها سويلنج خلتها انتفخت او حجمها زاد، يبقى الميه دخلت جوه اتبقت هنا الاملاح مع شويه ميه صغيرين، يبقى السوليوشن ده هيتحول لهاي كونسنتريتد سوليوشن. هيتحول لهاي كونسنتريتد ايه؟ فانت لما هتسالني عن الكونسنتريشن بتاع السكروس سوليوشن اللي هو كان مخفف في الاول، بعد ما الميه تتسحب منه هيتحول لمحلول مركز، يبقى التركيز بتاعه يحصل له ايه؟ انكريز. يبقى اجابتك يا بيا دي. طب انكريز لان الميه اتحركت بانهي عمليه؟ بالاكتف ترانسبورت ولا بالاسموزس؟ لان الميه انتقلت بالاسموزس، يبقى الانسر نمبر دي. فهمتوهم؟ هي الفكره كلها في ايه؟ هو بيسالك عن الدايليوتد سكروس سوليوشن في نهايه التجربه. طب هو في الاول كان في ميه كتير وكان محلول مخفف، بس الميه دخلت جوه البوتيتو، فدلوقتي اصبح المحلول في نهايه التجربه، المحلول اللي بره اصبح مركز لان الميه اتسحبت منه، فالكونسنتريشن بتاع السكروز على نهايه التجربه انكريز، والميكانيزم اللي اتحرك بيها الووتر هي مين؟ الاوسموزس. تمام كده يا شباب، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.